كذلك قام عدد من أعضاء منظمة الإغاثة الإسلامية بمدينة هاليفاكس في كندا بتجميع لوازم التدفئة لفصل الشتاء من أجل مساعدة المحتاجين وأصحاب الدخل المنخفض حسب شبكة الألوكا. وبصفتي أحد المسلمين المتطوعين في المبادرة الخيرية لتوزيع لوازم الشتاء، أكد أرسلان سلامات أن الهدف من وراء المبادرة هو مساعدة من هم في حاجة لتلك اللوازم، وأشار إلى أن الطلب زاد على اللوازم الشتوية خلال المبادرة هذا العام أكثر من العام الماضي. وتشمل اللوازم الشتوية القفازات والجوارب والبطانيات والملابس بالإضافة إلى أدوات العناية الشخصية. ونجح المتطوعون المسلمون في جمع 105 من مجموعات التدفئة للأفراد و50 مجموعة أخرى للعائلات. وفي تصريح صحفي لموقع سي بي سي كندا، قالت عائشة جاتوس المنسقة الإقليمية لمنظمة الإغاثة الإسلامية الكندية إن المنظمة تعمل على التخفيف من حدة الفقر في جميع أنحاء العالم تطبيقا للقيم الإسلامية. أضافت عائشة قائلة: تم تمويل هذه المبادرة الخيرية من خلال جمع التبرعات، ونسعى لتوزيع 4000 مجموعة تدفئة شتوية في جميع أنحاء كندا هذا العام.